إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عليها نحيا ونموت ونلقى ربنا. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومعلمنا محمد رسول الله، فاللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فبينما الإنسان تتقاذفه الأمواج المتلاطمة والأيام المظلمة وتظلمه العقول المتحجرة وتبغضه القلوب القاسية وتتنكر له الأراضي الشاسعة المتعطشة إلى سماء إلى ماء السماء، بينما هو كذلك إذ سطع نور وقد عم جزيرة العرب والعالم أجمع، إنه ميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، سيدنا وهادي الأمة، سيدنا ونورنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. هو سيدنا صلى الله عليه وسلم، وهو ضماننا من الهلاك. قال الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وما كان الله ليعذب أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومحمد موجود بينهم وسنته قائمة بينهم. هو رحمتنا، أرسله الله رحمة لنا للبشرية وللمخلوقات جمعاء وللكائنات كلها وللبيئة. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو رؤوف رحيم بنا، هو حريص علينا، حريص أن يدخلنا الجنة، حريص أن يأخذ بنا إلى الجنة، حريص على إسعادنا وسعادتنا. قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه وسلم هو شفيعنا، ما أكثر ذنوبنا ومعاصينا وإبعادنا عن الله عز وجل، فيأتي الرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فيقول: يا رب، هؤلاء من أمتي، هؤلاء من أمتي. فيقول الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: اشفع فيهم، خذ بأيديهم،
يقول صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. صلى الله عليك يا رسول الله، يا محب رسول الله، تحب رسول الله، فكن كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، عفيفا رحيما كريما سخيا متواضعا محبا للآخرين صلى الله عليه وسلم، متبعا، فكن متبعا لسيرته، متبعا لسنته، محبا بنفسك وقلبك وأولادك ومالك، فأنت مؤمن، فأنت مؤمن. أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر من الصلاة والسلام عليه. أتريد أن تغفر ذنوبك؟ أتريد أن يكشف الله همك وغمك؟ أتريد أن يقضي الله دينك؟ أتريد أن يسعدك الله في الدارين؟ أتريد أن يذكرك النبي صلى الله عليه وسلم، أن يذكر اسمك وهو في قبره صلى الله عليه وسلم؟ أتريد أن يرتب الله لسانك؟ تريد ذلك؟ أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمر بذلك، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. المؤمن يصلي على النبي، وغير المؤمن لا يصلي على النبي، لأن الله خاطب المؤمنين، وأنت أعلم بنفسك إذا كنت تكثر من الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتحب ذلك وتشتاق لذلك، للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت مؤمن. واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليها بها عشرا. ما أعظم هذا التشريف والتبجيل، ما أعظم أن تشرف بالترحم عليك من قبل من؟ من قبل النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذا قلت اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد مرة واحدة، ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنك؟ أنت اسمك محمد مصطفى؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم محمدا، اللهم ارحم مصطفى، اللهم ارحم عبد الرحمن، اللهم ارحم فلان وفلان، 10 مرات. يترحم عليك مرة واحدة أن تصلي على النبي والنبي يترحم عليك 10 مرات. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، فقد ابتعدنا كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصلاة عليه، فأكثروا من الصلاة والسلام عليه. ربوا أولادكم عليه، حينما تجتمعون في بيوتكم مع أولادكم فصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة جماعة. وأحكي لكم قصة موجزة وقد ذكرتها كثيرا، والشاهد فيها كان الوالد رحمه الله ورحم الله أموات المسلمين أجمعين، جفاف وقحط، قال: فأغلقنا الباب وكبار السن والليل كلهم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة،
فما خرجوا من البيت إلا والمطر والغيث يتنزل بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. املأوا أوقاتكم بها وأنت في بيتك ومع أهلك. ولذلك شرعت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وهي أعظم عبادة نتقرب بها إلى الله، أن تصلي الجمعة والظهر والعصر والمغرب والعشاء. ففي التشهد الأخير فصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، في الأذان تسمع اسم محمد فصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تسمع اسمه البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. الصحابة قالوا يا رسول الله علمتنا السلام فعلمنا كيف نصلي عليك. حب واشتياق للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، الحمد لله رب العالمين. الله الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، لا يشك مسلم أن كل مسلم يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعماق قلبه، وهو من الإيمان. ولا يكتمل إيمانك إلا إذا أحببت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسك وزوجك وأولادك وأموالك. لا يشك مسلم أن كل مسلم لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقبل رجليه، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن كل مسلم يدعو الله أن يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. والله ندعو الله أن نكون معه في الجنة، أن نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نجلس مع رسول الله. حرمنا منه في الدنيا أن نراه، أن نتحدث إليه، فنسأل الله لا نحرم منه في الجنة، أن نجلس معه وأن ننظر إليه وأن ينظر إلينا. أمر سهل، أمر سهل. كيف ذلك؟ والله أجاب عن هذا السؤال حينما سأل صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، قد ترفع مع الأنبياء والمرسلين، كيف نراك؟ لا نجلس إليك ولا نجالسك، ترفع مع مقام الأنبياء والمرسلين. فأنزل الله هذه الآية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أطيع الرسول صلى الله عليه وسلم تكون معه، اتبع سنته تكون معه. يا ربنا لا تحرمنا من الجلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا ربنا أسكننا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجوار النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وشفع فينا حبيبك ونبيك محمدا صلى الله عليه وسلم. اللهم ألزمنا كتابك واتباع كتابك واتباع سنة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وعلي كلمة الحق والدين. اللهم